أنا بخير لأني أنهيت عهد الفواصل وبت أضع نهاية لكل شيء، واستعدت عن تلك الفواصل بالنقاط. بت أخرج الأشخاص من حياتي دون ما عتب، وأنهي المسائل التي ترهقني دون مبرر أو سبب. أنا بخير لأني عرفت كيف أرد على المحبطين بنجاحي، وعلى المتشمتين بثباتي، ولم يعد للكلام عندي أي قيمة، فردودي باتت بأفعالي. أنا بخير لأني ترفعت عن كثيرين لم يستحقوا وجودي، وترفعت عن كلام بت أسمى من أن أعاتب فيه، والتفت لنفسي، لنجاحي، لتميزي، لسعادتي، لأناس يستحقون مشاركة حياتي بطمأنينة وراحة. أنا بخير لأني لا أقارن حياتي بحياة أحد، ولا سعادتي بسعادة أحد، ولم أنظر يوما إلى جيب غيري أو رزقه، ولم أبحر يوما في نوايا من هم حولي. أنا بخير لأني وثقت بنفسي، وطهرت سريرتي، ورضيت بما أملك وأسعى. وما دمت تنوي الخير فأنت بخير.